فإذا نظرنا إلى أي بلدة أو إلى أي شريحة من المجتمع أو مجتمع من المجتمعات تجد أن الكسرة الكاثرة من هذا المجتمع هو الشباب، وهو الذي يعول عليه كل شيء. الإنتاج لا يكون إلا بشباب، الجهاد لا يكون إلا بشباب، الدعوة لا تكون إلا بشباب، الدولة لا تقوم إلا بشباب. قوام الدولة الأساسي هو الشباب، لأنه هو العنف. أنا أتكلم على أمة لا تصلح إلا بدين، الأمة الإسلامية لا تصلح إلا بدين، وإلا فقد جربنا منذ عصور شديدة كثيرة طويلة جدا لم نحظى بدولة إسلامية، ومع ذلك التأخر ما زال يزيد على هذه الأمة ويقطع ويجلس على صدر هذه الأمة. دعونا نحكم الدولة مرة واحدة ولمدة أعوام معدودة. قامت الدولة الإسلامية بالدين في غضون 10 سنوات، كانت تضارع قوتين عظيمتين في الدنيا، أقوى قوتين كانت تضارع في 10 سنوات. وما هي 10 سنوات في عمر الأمم؟ أيستطيع دولة أن تبني نفسها جيشا ودولة وقوامها اقتصاديا وعسكريا وكل شيء في 10 سنوات؟ لا يكون ذلك، إنما يكون فقط عند الدولة الإسلامية. فإذا كان هناك شباب قوي في الإيمان لم تجتاله الشياطين، عندها تكون الدولة قوية، عندها تكون الدولة عزيزة، عندها يكون الأمير عزيز. المدرسة الكبيرة التي نشأ منها تكفي ريون وقتل ومجرمون، لكنها على الحق أساسا، وفيها خير كل خير. وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، يعني بالإجماع، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة، اسمعوا، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، كأنه يقول لك مبروك أنك سجدت للصليب. بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.